السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله الكل يكون بخير. أصدقائي طبعا اليوم راح نشرح عن شركة عندها بعض تطبيقات بتدفع رصيد بايبال. طبعا الجمع سهل جدا جدا جدا، ما بيحتاج منكم أي شيء، فقط بيحتاج العمل وشوية لعب بالألعاب. أوكي أصدقائي، مثل ما شايفين أنا لعبت شوي، صار عندي 3 دولار فاصلة 33 سنت، فاصلة 30 سنت بالتمام، 30 سنت و15 جزء من السنت. المهم أصدقائي، طبعا هاي اللعبة الأولى اللي بتنزلوها. طريقة اللعب هي عن طريق فقط عمل الأوراق، هدول الأوراق الشدة. طبعا في ناس بيعرفوا يلعبوا بهاي اللعبة، واللي ما بيعرف يلعب في ألعاب غير هاي اللعبة. راح نحاول أصدقائي إنه ننهي هاي المحاولة. مثل ما شايفين يعني كل ما بتطالع ورق لبرا اكتر، كل ما انت بتاخد نقاط اكتر. اوكي اصدقائي، طبعا هاي اللعبة مبينة يعني سهلة جدا، ما بدها اي شرح. اوكي اصدقائي، مثل ما شايفين هون، طبعا نحن حاليا راح نحاول ننهي هاي اللعبة على السريع. راح نحاول بشكل سريع انه ننهي اللعبة اصدقائي، وبعدين راح نشوف كم نقطة نحن راح ناخد بعد ما ننهي نحن هاي اللعبة. اوكي اصدقائي، طبعا مثل ما شايفين هون، عفوا راح نرجع خطوة لورا خطوة لورا تاني، راح ننزل هاد مشان نفتح ورق جديد. اوكي اصدقائي، مثل ما شايفين طبعا هاي لعبة الشدة، اكثر الناس بيعرفوا هاي اللعبة. طبعا هي لعبة مسلية بصراحة ولعبة حلوة، فقط بتحتاج منكم يعني انه مسلية كتير. هي طبعا لعبة الشدة هي معروفة. المهم اصدقائي اللي ما بحبوا هاي اللعبة، في العاب تاني كتير راح نشرح عنها حاليا بهاد التطبيق. طبعا الالعاب كلياتها بتجمع هي انه لجمع النقاط من هذا التطبيق، وطريقة السحب هي وحدة، رح نشرح كل شيء. لكن خلينا نخلص هاي المرحلة، ان شاء الله تخلص معنا هاي المرحلة بسرعة. اوكي اصدقائي، رح نحاول ناخد هاد. اوكي رح ناخد هاد، رح ناخد هاد لهون. رح نشوف اصدقائي طبعا المراحل يلي نحن رح نوصل لها، وبعد ما نفتح هاي المرحلة شقد رح نربح. ان شاء الله تنتهي معنا هاي المرحلة 4. طبعا راح نحاول انه ننهي هاي المرحلة بسرعة. طبعا هي مجموعة العاب اصدقائي، مثل ما حكيت ان شاء الله حاليا راح نشرح عن جميع الالعاب الموجودة بهذا التطبيق. يعني كل الالعاب الموجودة بهذا التطبيق ان شاء الله راح اشرح عنها انا حاليا بهذا الفيديو، وراح اعلم الناس كيف تربح من هاي اللعبة. اوكي اصدقائي، طبعا راح نطالع هدول. مثل ما شايفين كل ما بتطالع وحدة كل ما بتاخدوا اكتر. اوكي اصدقائي، خلصت معنا المرحلة، اخذنا نحن حاليا، راح ننتظر لحتى يخلص. طبعا اصدقائي راح تاخذوا 52 نقطة، حتى لو ما ربحتوا كمان راح تاخذوا نقاط. راح نشوف الاعلان، طبعا اعلان قصير هذا راح يكون، راح نوطي الصوت مشان صوت الاعلان اصدقائي. طبعا راح يكونوا اعلانات، بعض الاعلانات 30 ثانية، بعض الاعلانات قصيرة، يعني حسب الاعلان يلي بيطلع لك جوات هذا التطبيق. اصدقائي راح ننتظر ليخلص الاعلان ونكمل شرح التطبيق. اوكي اصدقائي، مثل ما شايفين نحن اخذنا 142 نقطة، هدول التكستات يلي على الطرف. يعني هاي اللعبة هيك نموذج هاي اللعبة. اصدقائي اذا راح نروح على الهوم، اول شي راح نضغط على اشارة الكأس، راح نشوف هدول الاشخاص يلي مجمعين. بعتذر طبعا ما عم يفتحوا الصور لاني النت عندي ضعيف، مثل ما شايفين هدول الاشخاص يلي ربحانين من هاي اللعبة. اوكي اصدقائي، طبعا رح نرجع خطوة لورا، رح نروح على خانة التكست. تركزوا معي اصدقائي بالكلام يلي رح احكي هون. انا اصدقائي كل رح تضغطوا على هاي الاشارة، وكل 10,000 نقطة رح تبدلون بعشرة سنت. طبعا الحد الادنى للسحب بايبل 10 دولار، يعني بس توصل للحد الادنى للسحب بايبل ال10 دولار، راح تضغط على هاي الكلمه، وبعدين راح تحط ايميل البايبل وراح يبعثوا لك الدفعه ان شاء الله تعالى. هون اصدقائي بيندينج الدفعات، يعني انا لسه ما عندي دفعات. اوكي اصدقائي، مثل ما حكيت هاي هي الخانه. طبعا هون بتبدل كل 10,000 نقطه ب10 سنت. اوكي اصدقائي، طبعا اول شيء بيعطوكم 3 دولار كمنحه يعني من التطبيق. اصدقائي بالنسبه للنقاط اللي بتجمعوها، لا تتركوا النقاط اللي بتجمعوها، النقاط اللي بتجمعوها حطوها بهي الخزنه. مثل ما شايفين هون مثلا انا راح احط 1000 نقطه، راح ارجع احط 1000 نقطه ثانيه، راح احط نقاطي كلياتها هون، لاني هاي النقاط اذا بتتركوها راح تروح مسابقه. مفهوم الحكي اصدقائي؟ راح تروح مسابقه، يعني كل 24 ساعه بسوي مسابقه وبيسحبوا النقاط لعندك، مقابل انه بعض الاحيان بتربح دولارات بعض الاحيان ما بتربح دولارات، انت وحظك. فنحن ما بدنا المسابقة، نحن بدنا نربح فقط شدات، وبعد الشدات نحولهم
لدولارات. اوكي اصدقائي، طبعا مثل ما شايفين هون، بعد يوم مثلا انا حاليا عندي 5000 بالخزنة، بعد يوم بحسن بسحبهم او يومين بحسن بسحبهم 10000. كل ما بتضاعف المبلغ اكتر، كل ما بيكتر اكتر واكتر. رح نروح على الخانة المهمة اصدقائي، هي هي الخانة المهمة. مثل ما شايفين هدول كلياتهم مجموعة تطبيقات تابعات لهي الشركة. مثلا انا رح انزل هذا التطبيق، اوكي اصدقائي، رح انزل هذا التطبيق من المتجر. رح ننتظر أصدقائي ليثبت معنا هذا التطبيق، ورح نكمل شرح الفيديو. لكن أصدقائي في شغلة مهمة جدا رح أحكيها، إنه أنتو بالتطبيق الأساسي إذا نزلتوا التطبيق الأساسي وسجلتوا عن طريق الفيسبوك، فخلص كل التطبيقات سجلوا عن طريق الفيسبوك، يعني التطبيقات التابعة لهذا التطبيق أو التطبيقات للشركة كلها سجلوها بحساب واحد أو فيسبوك أو إيميل، يعني أنت حسب رغبتك. رح ننتظر لي يخلص تنزيل التطبيق ونكمل شرح بإذن الله تعالى. طبعا أصدقائي على تنزيل هذا التطبيق رح ناخد 5000، حاليا رح نشوف أمام أعيننا. أوكي حبايبي، رجعنا لكم. طبعا بعد ما تثبت التطبيق رح نضغط على التطبيق بهذا الشكل، اللي رح نسجل كمان عن طريق الفيسبوك. طبعا لازم يعطونا 5000 نقطة عن طريق التسجيل. طبعا أصدقائي رح نسجل عن طريق الفيسبوك ونرجع لكم. اوكي اصدقائي، طبعا بعد ما تسجلت اذا بتلاحظوا نفس النقاط ونفس الدولارات عندي هن بالتطبيق الاساسي، لاني اصدقائي هدول التطبيقات كلياتهم هن تطبيق واحد. طبعا اصدقائي رح نشوف كيف هي طريقة اللعب باللعبة هاي. اوكي اصدقائي، طبعا رح نكمل طريقة اللعب. مثل ما شايفين اصدقائي، طبعا طريقة اللعب هي عن طريق انه انتو هاي السيارة ما تخلوها تضرب بالحيط. اوكي اصدقائي، طبعا هن بيعطوكم سكور حاليا. مثل ما شايفين انا صار عندي 350 نقطة. طبعا انا اخذت نقطتين من هذا التطبيق. رح نرجع نكمل اصدقائي هون، ورح نباشر باللعبة من اول وجديد. طبعا اللعبة بعتقد انه صعبة يعني هي اصدقائي. المهم اصدقائي، طبعا بعد ما ننزل هاي اللعبة هن في العاب كتير، لازم هلق ناخد نحن 5000 نقطة على تنزيل هاي اللعبة. والنقاط اللي بتجمعوها بهاي اللعبة كمان هي النقاط نفسها، رح تنضاف كمان عن نقاط بكل الحسابات. يعني انتو من وين ما بتكون بتحسنوا تسحبوا من هذا التطبيق. مثل ما شايفين اصدقائي، طبعا هون عم قل لك انه دعوة اصدقاء وما بعرف شو. المهم رح نضغط على اوكي اصدقائي. لازم رح نرجع خطوة لورا اصدقائي، رح نشوف نحن هون النقاط اللي رح ناخذها. كمان رح نرجع خطوة لورا، رح نضغط على كلمة يس، رح نضغط بهذا الشكل اصدقائي، ورح نشوف نحن النقاط اصدقائي. طبعا مثل ما حكيت انا نزلت لعبة من شوي واخذت 5000 نقطة. اوكي اصدقائي، طبعا نحن رح نحاول انه ناخد 50 نقطة بهاي اللعبة. رح نحاول انه ناخد 50 نقطة. اوكي اصدقائي، طبعا هاي اللعبة بعتقد انه صعبة، يعني ما رح نحسن نخلص المراحل فيها او الليفلات فيها. المهم اصدقائي، طبعا هون اذا بدكم بتحسنوا يعني تشوفوا نفس التطبيق اللي نزلنا، يعني بتحسنوا تربحوا من هون وبتحسنوا تربحوا من هونيك. راح نضغط على اوكي اصدقائي. طبعا مثل ما شايفين انضاف 5000 نقطة امامكم اصدقائي، انضاف 5000 نقطة امامكم. اوكي اصدقائي، طبعا هون النقاط اللي بتربحوها كمان بتنحسب بالتطبيق هذا الاساسي، لان كلياتهم هن تطبيق واحد. في كتير من التطبيقات بتحسنوا تنزلوها. طبعا انا كان عندي 5000 بالخزنة، وحاليا انا ربحت 5000، فصار عندي 10000 نقطة. رح نروح نحاول انه نستبدل 10000 نقطة ب10 سنت. مثل ما شايفين رح نضغط على الخزنة بهذا الشكل. طبعا رح نضغط على الويدرو. مثل ما شايفين اصدقائي، طبعا اذا بتتركوا الاموال اللي عندكم بالخزنة فهذا امر كتير 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 كويس. اوكي اصدقائي، لاني كل يوم انتو رح يزود عندكم عدد النقاط بعد ما تتركوهم بالخزنة. اوكي اصدقائي، طبعا هون انا صار عندي 10000 نقطة، انا عندي 3.315 سنت. اوكي راح اضغط خطوة الرجوع. طبعا راح ننتظر هذا الاعلان لا يخلص، هدول الاعلانات منبثقة كمان للتطبيق. راح نضغط على هاي الاشارة اصدقائي، ومثل ما شايفين هون. اوكي اصدقائي، طبعا بعد اثر على توقيف الفيديو فصارت معي مشكلة. المهم اصدقائي هون نحن راح نبدل هدول ال10000. مثل ما شايفين انا عندي 20 سنت، وهون في عندي 3 دولار. رح نضغط على اوكي بهذا الشكل اصدقائي. مثل ما شايفين انا صار عندي 30 سنت. طبعا اصدقائي الاموال يلي فوق هي اموال منحة من التطبيق، هي 3 دولار منحة من التطبيق.
يعني انتو هون لازم تجمعوا 7.70 دولار مشان تقدروا تسحبوا بايبل. اوكي اصدقائي، بعدين راح تسحبوا بالبايبل وراح يسحب معكم بكل سهولة. اوكي اصدقائي، طبعا كان هذا كل شيء بالنسبة للتطبيق. في شغلات كتيرة جدا جدا بالتطبيق لكن ما بحسن اشرح عنها اصدقائي مشان ما يطول معنا الفيديو. بتمنى تدعمونا بلايك واشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.